تفضل. سلام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك، تفضل. الله يبارك فيك. بالنسبة لشراء سيارة من البنك، نعم. يعني كان بعض الزملاء كانوا راحوا البنك وكان في مشكلة إن هي الاستلام السيارة طبعا بيكون من الصالات، فاشترطوا على يعني الموظفين اللي في البنك إن يسلمهم السيارة من البنك. هل العمل ده يعني يخلي البيع حلال ولا لسه فيه إشكال برضه؟ نعم، طيب. طيب طبعا بالنسبة لي يعني شراء سيارة من البنك بيشترط أولا أن يكون البائع مالكا للسيارة، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، يشترط أن يحوزها إلى رحلة، أن يحوزها إلى رحلة. الحقيقة الصورة اللي بيجريها البنك في شراء السيارات فيها بعض الريبة. ليه؟ لأن البنك كأن دوره دور المقرض في المسألة. أنا رجل ليس عندي مال، أذهب إلى البنك بقول له أنا عايز أشتري سيارة، بيقول لي روح اشتري السيارة الفلانية، اختار السيارة الفلانية، وأنا بأدفع لك ثمنها نقدا وأقسطها عليك. والسيارة ما زالت في الصالة هناك. وأن البنك الجهة التي اشترت السيارة لم تحوز هذه السيارة، فهذا البيع لا يجوز بهذه الصورة. بس تعقيبا على الموضوع بتاع البنك، سيارة من البنك، لو السيارة بتشتريها من مكان هو بيبيع السيارات ولكن هو بيتعامل مع البنك تعامل خارجي عنك، انا راح اشتري السيارة دي من الشركة اللي هي تبيع السيارة ولكن هو بيتعامل مع البنك التعاملات اللي معروفة، يعني يعني بيخليك تسد في البنك مثلا؟ اسد باسمه هو في البنك. طيب ماشي. وجزاك الله خير يا شيخ، ويعني دعواتك لينا يا شيخ بارك الله في فيك يا اخي، التثبيت. الله الله يحفظك. يخليك. طيب، لا خير. طيب طبعا بالنسبه للاخ الوسائل عن السياره، انه بيروح يشتريها من صاله سيارات ملوش علاقه بالبنك اطلاقا، لكن صاحب السياره بيقول له سد في البنك، فهذا صحيح، هذا جائز، لا شيء فيه.